للتاريخ هذه، للتاريخ محمد سيل، للتاريخ ناموس ناموس ناموس. الحمد لله توفيق من رب العالمين، حولنا وصلنا ان شاء الله كبير. والناموس الناموس الناموس اللي يصطف لا تماس. هذه فرحة التاريخ، هذه الفرحة للتاريخ، وهذه فرحة الناموس التي يعيشها منصور السبوسي وطاقم. إذن ألف مبروك للوثبة ولجماهير الوثبة، الفوز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أنا عندي ثلاثة فأنا منتحر، لازم واحد من هاي الثلاثة يصمد. سألني المدرب عنه، قال لي شو رأيك بالخيل، قلت له ديزل. أسعد الله مساءكم مشاهدينا ومساء النواميس لكل أهل الخيل الكرام. اليوم كان مسك الختام لمهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة والتحمل، حيث أقيم السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كيلومترا، والذي شارك فيه ما يقارب 240 فارس وفارسة يمثلون اسطبلات أصحاب السمو الشيوخ والإخوة المواطنين. الاسم الغالي والكبير الذي يحمله السباق وكونه النسخة الأولى لهذا المهرجان كان سببا كافيا لدخول كل شعارات بهدف المنافسة والظفر بالناموس ونيل الشرف الرفيع، لكن وكما هو معروف فاللقب يذهب في الأخير لشعار واحد رغم وجود أكثر من اسطبل على رادار الخبراء والمحللين، كان أبرزهم أصحاب الأرض والجمهور اسطبلات الوثبة M7 التي لا تغيب مطلقا عن منصات التتويج. فلمن ذهب كاسب خالد في نسخته الأولى للسباق المفتوح. Thank you.
دمك ما تعرف المستحيل وانت حل المستحيل المستحال والله انك تستخال وتستخيل كل مد فيها برق واشتعال. أصحاب الأرض والجمهور اسطبلات الوثبة كانوا هم أبطال النسخة الأولى. مشاهدين الكرام، لم تكتفي اسطبلات الوثبة بالمركز الأول بل حصدت المراكز الثلاثة الأولى لتدخل تاريخ هذا السباق مدى الدهر. نبارك لمالكي وداعمي هذا الشعار الكبير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونبارك لكل طاقم التدريب والعاملين ولكل عشاقي ومحبي الأحمر والأخضر على هذا الإنجاز الكبير. حلقتنا هذا المساء مشاهدينا ستكون حول ما دار في السباق الرئيسي وما دار فيه هام وكثير. أيضا سنعيش أجواء الفرحة مع أصحاب الناموس اسطبلات الوثبة، سواء التي رصدناها في القرية أو عندما يحلون ضيوفا علينا هنا في اسطبل الناموس. لكن في البداية اسمحوا لي أن أرحب بالزملاء والإخوة المحللين. أبدأ باليمين مع سلطان المرزوقي، حياك الله يا أبو مايد ومساك الله بالخير في آخر أيام هذا المهرجان. يا مرحبا والله يا أبو سلطان، أرحب بك وأرحب أخواني المحللين والسادة اللي في المنازل إن شاء الله. إن اليوم أمام الشاشات، أمام الشاشات، أمام مو بخلف الشاشات، أمام الشاشات. طبعا هيثم يحفظني السالفة ترى. وأتمنى إن شاء الله اليوم تكون حلقتنا ظريفة لطيفة منصفة بإذن الله. إن شاء الله. أبو معتز حسين القحطاني حياك الله، مساء الخير. مرحبا وسهلا ومساء الورد لك ولأخوي أبو سلطان ولأخوي أبو عبد الله وللمتابعين عبر دبي ريسنج، ونتمنى نكون عند حسن الظن دائما كما عودنا المشاهدين. تعاطفا مع أحمد بن غليطة وفرحة له وفوز النصر الإماراتي أمس في مسابقة كأس الاتصالات، ترتدي اللون الأزرق يا أبو معتز. أنا وياك زي ما رتبنا تحت لون، نحن لازم نروح نشغل أنفسنا لنجيب هاللون الأزرق. نحن عشان خاطر العزيمة اللي اليوم سوينا يا أحمد، ناموس يا أحمد فوز النصر أمس، ونحن لبسنا لك أزرق اليوم وياك. ما قصرت والله. أي نعم، وأبارك سيدي شيخ منصور بهالناموس اليوم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. إذن نقطة التحول في السباق اليوم والتي أجمع الكل عليها كانت قرار اسطبلات ام 7 ومارن بالانسحاب بعد نهاية المرحلة الثانية لأمر لا نعرف تفاصيله، لكنه متعلق بالاعتراض على بعض قرارات لجنة الفحص الطبي الخاصة بالسباق والخيول. وبالطبع غياب هذين الشعارين عن المرحلتين الثالثة والرابعة ترك أثره على قوة المنافسة وخفف الكثير من الضغط الذي كان موجودا على المنافسين. عموما سنستعرض معكم ما دار في قرية الوثبة وكيف انتهى المشهد التنافسي بحصول أصحاب الأرض على المراكز الثلاثة الأولى، والتي جاءت عن طريق فارسات مميزات وخيول تم إعدادها بقوة لهذا اليوم. مسك الختام لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة كان سباق 120 المفتوح لاسطبلات أصحاب السمو الشيوخ والمواطنين. الاسم الغالي الذي يحمله هذا السباق وكونه النسخة الأولى التي من يفوز بها يدخل التاريخ، ذلك دفع كل المشاركين لخوضها بشعار أكون أو لا أكون. الترشيحات رغم صعوبتها نالت القسط الأكبر منها اسطبلات ام 7 المملوكة لفارس العرب واسطبلات الوثبة صاحبة الأرض والجمهور. في قرية الإمارات العالمية للقدرة تجمع أكثر من 240 فارس وفارسة مثلوا العديد من الاسطبلات، والمرحلة الأولى هي الأطول ومسافتها 40 كيلومترا. الهدف فيها محدد ومعروف، الاجتياز دون مشاكل أو بلنتيات والبقاء في مجموعة المقدمة بشكل يسمح بالمنافسة فيما هو قادم من مراحل. ماسة عدنان فارسة اسطبلات الوثبة وبطلة سباق السيدات في هذا المهرجان تتصدر المرحلة، تليها زميلتها وعد
وام 7 ياتي سادسا عن طريق الجواد بوليو سوليت والفارس سالم الكتبي، لكن بفارق بسيط لا يتعدى الدقيقة عن الصدارة. في المرحلة الثانية يواصل المتنافسون مسارهم في أجواء ارتفعت فيها الحرارة بعض الشيء، مما يعني ضرورة الحفاظ على الخيل. وفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصل إلى القرية ويتوجه إلى مقر اسطبلات ام 7 ويستمع إلى حديث المدرب محمد السبوسي، وبعدها يأتي القرار بسحب كل خيول هذا الشعار الكبير والمرشح للفوز بالسباق، وأيضا انسحاب خيول اسطبلات MRM اعتراضا على قرارات لجان الفحص الطبي في القرية، ليكون هذا القرار نقطة تحول في مسار السباق، حيث ساد الهدوء آخر مرحلتين وزال الضغط عن بقية المتنافسين، وأولهم اسطبلات الوثبة أبرز المرشحين التي سيطرت بخيولها القوية والمرشحة على صدارة السباق. بعد انسحاب ام 7 وام ار ام بدأت المنافسة للوثبة، وبنسبة كبيرة الوثبة تنافس نفسها في هذا السباق وفي آخر لوب تحديدا. الصدارة الثلاثية للسباق من فارسات الوثبة في المرحلة الرابعة والأخيرة كانت جدا مريحة، باستثناء بعض المناوشات التي حاول أن يقوم بها فرسان دباوي وإف 3، لكن الفارق كان كبيرا، وجياد وعد وماسة وخديجة لم تتأثر على الإطلاق، لنشهد دخولا ثلاثيا لأصحاب الأرض والجمهور وسط تصفيق وصيحات الأنصار والعشاق المحبين لهذا الشعار الذي كتب اسمه في تاريخ مهرجان أبو خالد أنه هو صاحب الفوز بالنسخة الأولى في سباق السيدات والسباق الرئيسي المفتوح. مبروك للأخضر والأحمر وهارد لك لبقية المشاركين. إذن ألف مبروك للوثبة ولجماهير الوثبة الفوز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في النسخة الأولى. أشهد أنك ما تعرف المستحيل. اليوم نحن ركزنا في السباق، جبنا خيول زينة وحصلنا على المراكز الثلاثة الحمد لله رب العالمين. ملامح السباق اتضحت يمكن خاصة بعد اللوب، خلنا نقول الثاني عبد الله. نحن فرضنا السباق ونحن تحكينا بالسباق ونعرف مقدرات خيلنا، حاولنا نتخلص من الخيول الموجودة والحمد لله على كل حال. انسحاب ام 7 وام ار سهل مهمتكم في السباق ولا لا؟ والله انا بقول لك انا ما اعرف شو المشكلة شو صار، لكن نحن الحمد لله رب العالمين خف الضغط علينا ما دام تم انسحابات، لكن في النهاية نحن سباق. كلنا محمد بن زايد، وهذا الشرف شرف كبير أن نحقق النسخة الأولى، وسعيدين ترى تشوف الوضع كيف، يعني فرحة كبيرة أن نفوز بأول سباق. وبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد، وبارك لاسطبلات الوثبة من طاقم وفرسان ومشجعين اسطبلات الوثبة في كل مكان في العالم. اليوم السباق الوثبة أنت قلت لي بعطي الماكسيمم اليوم، قلت لي من أمس أنا بعطي اليوم الماكسيمم لأن اليوم ما في مجال، أبقيت وايد على المركز الأول الموسم هذا. صحيح، ليش تعطي الماكسيمم؟ ما تعطي حد مجال، يعني لازم تطلع الماكسيمم على أساس تبدأ تشوف منو فعلا يستحق الفوز. أما إذا قلت تجاري السرعة وهذا، أنا عندي ثلاثة فأنا منتحر، لازم واحد من هاي الثلاثة يصمد، لكن الحمد لله صمدوا الكل وهذا الحمد لله خير وبركة. الدخول الثلاثي هذا توقعته من أمس؟ لا والله ما توقعته أبدا صراحة، أنا دخلت نوعية طيبة ليش؟ على أساس أقول لو هذا تعور، لو هذا ظلم، لو هذا تأخر في شيء يعوض،
ولكن الحمد لله الخيل كانت كلها زينة متقاربة. انسحابه ما رموا ام 7 خفف عليك؟ انسحاب طبعا خفف علينا الضغط بلا شك، و الفوز صار اسهل بالنسبه لنا. فهمت علي؟ اف 3 دباوي ما زالوا معنا في الضغط، ولكن الحمد لله الحمد لله تعاملنا مع الوضع والامور طيبه. في اللي بتركض اليوم او مركض اليوم لها شانس في كاس رئيس الدوري؟ والله اعتقد من هاي الثلاثه عيني تقول مالامبو، لان مالامبو خلص ما شاء الله ما افتكر في الريس ابدا. وانا اصلا مرشح هذا الحصان، يمكن لو سمعتني قلت لك دائما قلبي لهالحصان. هذا حصان ريكفري ماله وايد زين، وبعدين من يعدي ال 120 يبدا يراويك ريكفري احسن وكانه جاهز للمسافه الاطول. شكرا بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. مبارك لسيد سمو الشيخ منصور بن زايد الداعم الاول لاسطبلات الوثبه، ونقول له ناموس. الحمد لله، تعرف مهرجان كبير وغالي على الجميع، قدرنا نفوز في اول سباق اللي هو سباق البنات، وردينا فزنا في الكاس الرئيسي، حطيتوا على المركز الاول الحمد يعني لله. هذا المهرجان هو فال الخير اليوم ان شاء الله، والياي افضل ان شاء الله. ها احنا نبي نختصر الفوز ونقول كلنا محمد بن زايد، وشكرا الى اللقاء، ونشوفك الليله يبي خيولك ان شاء الله. كلنا محمد زايد انتظاركم اليوم ان شاء الله. شعوري لا يوصف، شعور حلم عم يصير حقيقة. الله الحمد لله. يعني أنا من أول ما أعلنوا عن سباق شيخ محمد بن زايد وأنا عم جهز للسباق فيزيكلي، يعني بعمل رياضة وبتمرن وهيك، الحمد لله الله أعطاني على قد ما تعبت. أنت كنت حصان شو اسمه رامبو؟ رامبو؟ لا أنا ثاني. أحساني كشمير. كشمير 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 دخل الاسطبل قبل سنة تقريبا. ايه أحسان كشمير دخل الاسطبل قبل سنة. متى ركبتي عليه قبل هالسباق؟ ما ركبته قبل ولا تدربتي عليه؟ لا شفته مبلد، ركبته مرة بالتمرين. كيف كان؟ سألني المدرب عنه، قال لي شو رأيك بالخيل؟ قلت له ديزل. تعرف الحسان بيحمى. متأخر بارد، يعني هو كادي كتير، بس كل ما عطى أكثر كل ما بيعطي أكثر، كل ما مد أكثر بالتمرير كل ما عطى أكثر. بس السباق السباق كان مريح يعني، المرحلة الثالثة وأنتوا تقريبا خلاص يعني الحمد لله. ما نحنا كان في ضغط يعني هو كثير. السبب يمكن لأنه نحنا بالأول مرحلة كنا أسرع من الجروب، الجروب كله خفف على 28، نحنا ضلينا سرعتنا 30 ما خفينا. فحمد لله يعني I think هذا اللي خلق أنه نحنا الفرق بيننا وبينه. ناموس تسلم. أصل الساس ورفع رأس وسرج خيل في الشوامخ لكت مركز واحتلال، أشهد أنك ما تعرف المستحيل، وانت حل المستحيل المستحال، والله أنك تستخال وتستخيل، كل مدن فيه برق دمك ما تعرف المستحيل، وانت حل المستحيل المستحال، والله انك تستخال وتستخيل، كل مجد فيها برق واشتعال. وعد وماسة وخديجة كنا عند الوعد، وكشمير مالامبو واتش اتش لونا الفرس كذلك. خيول ظهرت بقوة في سماء السباق الرئيسي اليوم والمراكز الثلاثة الأولى لإسطبلات الوثبة، إنجاز كبير لهذا الشعار خطط له من أجل تحقيق كل فريق العمل بالإسطبل، وكانت تصريحاتهم لنا بالأمس تدل على أنهم جهزوا العتادة والعدة المناسبة لهذا السباق الهام. الآن كما عودناكم دائما في برنامج أهل الخيل أحباء
احبتي الكرام ان نحتفل وان نحتفي بصاحب البطوله وبصاحب المركزي الاول هو ما بالك وهو الاسطبل الذي حقق ثلاث مراكز تباعا الاول والثاني والثالث الذي ذهبت كلها لاسطبلات الوثبه. نرحب بالسيد مايد الجهوري مدرب في اسطبلات الوثبه. مايد نقول لكم الناموس والف مبروك. مساك خير ورحب فيك والاخوان. الله يحييك. مبارك للسيد صاحب سمو الشيخ منصور بن زايد على الفوز. استاهلون كاس كبير ولنا شرف وفخر ان نفوز فيه النسخه الاولى. الله يحييك. كذلك اخونا محمد الصيعري ايضا احد طاقم فريق اسطبلات الوثبه. حياك الله يا محمد. الله يحييك يا اخوي هيثم. مساك خير. نسي عليك وعلى الكباتن وعلى الجماهير خلف الشاشات. وبارك لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد فوز في اول نسخه كاس الغاليه كاس الشيخ محمد بن زايد. نقول له ناموس. 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 ما يبدا معك القصه في بدايه السباق اليوم كيف بدات البوادر بوادر البطوله تتضح متى بالضبط ومتى حسيتوا انه خلاص يعني انتوا مسكتوا زمام الامور في السباق؟ طبعا شوف السباق المرحله الاولى كان سريع شويه. كنا مندفعين نحن كانت الخطه ان نروح بويس عالي المرحله الاولى. لكن بعد المرحله الثانيه اتضحت الامور شوي اكثر. بعد انسحاب المسفن ومارم خلاص بدات الامور توضح ان المنافسه بين اف 3 وبوادي دباوي. نعم. عند علي المهيري. لكن الحمد لله الامور مشت. بعد اصلا بعد المرحله الثانيه كان الريس خفيف وايد. انتوا دخلتوا باربع اسماء؟ نحن دخلنا باربع اسماء. واحد راح يكمل بس تكمله وثلاثه راحوا في المنافسه. اذا هذه نقطه التحول. يمكن سلطان تتفق ان انسحاب ام 7 ام ار ام يعني خفف الضغط كثير على المنافس اللي حقق اليوم البطوله بثلاث مراكز طبعا اولى. وهذا ما ذكر ايضا علي خلفان الجوري في اللقاء وعبد الله سلطان النيادي ان انسحاب ام 7 ام ار ام ايضا شكل نوع من الاريحيه خلينا نقول بعد المرحله الثانيه. صحيح اخوي هيثم. هذا اذا حطينا بعين الاعتبار ان ام 7 هو القطب الرئيسي المنافس في السباقات عموما يعني ام 7 اف 3 هو مثلث امس تكلمنا عنه نعم. فانسحاب ضلع من اضلاع المثلث هذه طبعا يعطي اريحيه للفرق الثانيه انها تكون تتصدر السباق هذا وهذا اللي عطى الاريحيه اكثر للوثبه بصفتهم على ارضهم بين جمهورهم وان الارض تخدمهم فيها وبالعكس توفقوا ويعني كان ناموس مستحق ان شاء الله ومنها الاعلس ان شاء الله دائما. احمد شو تقول عن فوز الوثبه اليوم؟ وانا ما بزيد على الربع. خيلهم طيبه وفي نفس الوقت انسحاب القطب الكبير ام 7 ومارم صح اعطانا علامه استفهام بس خفف من رتم السباق وايد. احنا كنا نتوقع اللوب الاول شفناه يعني نار وخف الرتم لما انسحب. اي نعم صار الانسحاب و استوت لهم الاريحيه طيب حسين صحيح. امس كان من تصريح علي خلفان قال نحن بنعطي الماكسيمم من البدايه من بدايه المرحله الاولى من اللوب الاول. اتضح هذا الشيء في اسطبلات الوثبه اليوم. شوف اخوي هيثم علي خلفان لما قال الكلام هذا اتضح على الـ 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 يعني اتضحت الصوره من اللوب الاول انه كان سحب يعني كان سحب البيس وكان متصدر السباق. لكن فيه نقطة ثانية بعلق عليها أن ليش تأخر اف 3 والبواء والدبوي عن مقارعة الوثبة لما طلع ام 7 وام ار ام. هم ما كانوا شادين في الأخير يعني ما كانوا شادين في الأول كانوا متأخرين. نعم مريحين كانوا مريحين وينتظرون شو اللي بيصير يعني بين بين الوثبة وبين ام 7 وبين ام ار ام. نعم ممكن تكتيك السباق كان شيء شايف كيف ولا لكن لما طلع ام 7 وام ار ام كانت الوثبة بعيد فما قدروا الجماعه يلحقون واذا بيلحقون بيضحون ست دقائق يعني من هنا الوثبه صار في مكان يعني مرتاح. لكن لو كانوا اف 3 هذا في نظري انا خيلهم قويه لو كانت موجوده مع الوثبه من الاول كان برضو بيكون طيب. المنافسه اشد طيب. بس انه لا يلغي نتيجه السباق كان فوز مستحق وكان ما في شيء خطت على خلفان قالها لك وكانت تمام حقيقه. أيوة. وعد شو قالت الصيعري اليوم في اللقاء؟ قالت نحن مشينا على 30 بداية
والمنافسين اللي معانا كانوا تقريبا على 28. هذا الشيء هذا الفارق اليوم في السرعه والافرج اللي او البيز اللي مشوا عليه في المرحله ساعدكم في النهايه. بلا شك اخوي هيثم، نحن يعني علي حط خطه مشينا عليها ان نحن نندفع من البدايه، وتلاحظ ان نحن مشينا 30 وسوينا المرحله الاولى 29. نعم. والمرحله الثانيه 29. بلا شك ان نحن يوم روحنا بالمرحله الاولى وشفنا ما حد صار ويانا اعطانا ادفانتج اقوى ان نقدر نواصل بالطريقه هاي، وواصلنا بالطريقه هاي وزاد الفرق. حتى في البدايه لو تلاحظ المرحله الثانيه كان دقيقه و20 صحيح بيننا وبين ابرز المرشحين القيصر صحيح، وزاد الفرق من المرحله الاولى للمرحله الثانيه. المرحله الاولى كان دقيقه و20 بيننا وبينه، المرحله الثانيه زاد الفرق لان نحن تمينا من دفعين على طريق الخطه اللي حطيناها. ممتاز. واعطتنا اريحيه اكثر بالمراحل اللي بعدها. ممتاز. احنا بنحتفي طبعا بال ب اتش اتش لونا في ملمبو وكذلك كشمير البطل، بس كلمني عن كواليتي الخيل هذه اخوي مايد، ومتى يعني بديتوا تجهزونهم لهذا اليوم، ومتى اساسا كانوا عندكم في الاسطبل؟ اول شيء بالنسبه للخيل هاي نحن تكلمنا الاسبوع اللي قبله قبل يكنسلون ياجلون الريس الاسبوع، سالوني وايد شباب قالوا لي شو المرشحين اللي عندكم؟ صح. فانا دائما اطري الاسم هذا ملمبو، الحصان هذا عندنا من زمان تقريبا، الحين تقريبا هاي ثالث سنه الحصان. اول سنه بس خلصنا فيه تاهيليات ماله، السنه اللي بعدها شارك ونهايه الموسم خلص ثالث في سباق الختامي. والسنه هاي كان متطور بشكل عجيب صراحه الحصان، وكان من الاسماء المرشحه انها تدخل السباق هذا. اما بالنسبه للخيول الثانيه في حصان يعني من المعزب الشيخ منصور، اظني هديه الحصان صحيح، واعتقد هذا الحصان له ريكورد وراكضه. اي نعم، راكضه وايد مراكيض سلموه علي، وعلي ما قصر فيه. انا مثل ما ذكر لي احمد الجناحي ان هديه يت من سمو الشيخ ناصر بن حمد من البحرين. والله هذا اللي سمعته انا، بس ما عندي تفاصيل كامله صراحه، لكن نعم. الحصان طيب، اما لونه هاي نفس مزرعه البراق، الحصان اللي اتش البراق، حصان قوي. هاي فرس طيبه بعد الحمد لله. وعاد قالت كشمير مثل الديزل، هادي في البدايه ويعني يحر في هي من طلقت اصلا من نوع الخيل لوسي. أيوة. حتى الفرس لونه هاي نفس الشيء، لكن هو اللي اقوى فيهم في ملمبو. اشوف علي حتى في اللقاء وقلت له، علي سالته قلت له يروح كاس رئيس الدوله، قال يروح كاس رئيس الدوله. لا عنده زود يعني الحصان هذا. انا حتى يوم اخذناه اول سنه اخذناه كنت اقول حق علي الحصان هذا بيطلع منه شيء. هذا كان في خيول اللي عندي في المجموعه، بعدين حولناه عند علي. نحن طامك ندعم الاسطبل الرئيسي، لا ندعم الاسطبل الرئيسي، يعني نحن نجهز بعدين نوديها حق علي هو يختار. ايوه الفرز عند علي عقب. اي الفرز عند علي تصنيف. نعم. الصيعري الحين انتم يعني السنة هذه المركز الأول، اليوم يتحقق للمرة الثانية فقط في هذا المهرجان. اي نعم. بالنسبة لكم اكتفيتوا مرتاحين؟ لا يعني لا، اللي جاي أكثر إن شاء الله. الضغط خف ولا بعد طمعانين في؟ لا طمعانين إن شاء الله كأس رئيس الدولة. هاي بتكون معركة ثانية. هذه كأس رئيس الدولة بتكون. طعمرك نحن نشوف من تم لين يخلص السيزون. هم مستمرين. هي مستمرين طعمرك نحن المعزب بعد يبغى نواميس. صحيح. اسطبل نواميس يبغى نواميس. صحيح. انا عندي سؤال. تفضل. اتذكر الحصان اللي فاز عندكم في سباق البنات اللي هو برسيك. ايه. انتم كنتم مختارين، اخترتوه من مجموعه، منو كان المرشح قبل برسيك انه يكون في سباق البنات وبعدين بدلتوا برسيك؟ أيوة. لان انتم تثقون فيه اكثر، حطيتوه في سباق البنات وشليتوا خيل ثاني. كان لا كان بينه وبين لامورتي. بس لامورتي مشكلته هو عنده خبرة أكثر وكنت سابق، فخلينا حق الشوط الرئيسي هو ملمبو. لكن الحصان ما توفقنا فيه، تعطل صراحة. يعني كان اختياركم موفق يعني في التغيير هذا اللي سويته؟ تعطل الحصان وعقينا الحمل كله على
برسيكو لا في ال 120 على ملمبو صراحة. وحاليا هراس الفرس هذه لونه هي رجوانية صحيح؟ نعم. اتشتش اللي هي حليم هراس بريد معروف. ما أعرف عاد أنا السلالات. ما دخلني في السلالات. أنا سألني عن صوغان عن شاهين. أنتم ماخذينه بعد من التسعيرة تقريبا؟ هي نعم ماخذينه من التسعيرة. هي التسعيرة العام عام الأول العام. اللي تقصد البراق. هي اتشتش. ولونه بعد. نعم التسعيرة كانت عند قم. عند دبوس نعم. يعني احنا نعرف ان يومكم طويل نحن نبغى نحتفل معاكم بعد هناك يوم لما نشوف الخيل اللي بنحتفل معاه قبل ما نسير هناك نحن كبعد انا كاعلامي كنت يعني امس كنا نتكلم عن الفينش كيف بيكون شكله انتم طبعا في الوثب ما عندكم مشكله كيف ما يكون الفينش اهم شيء انك تاخذ الناموس انا بالنسبه لي كنت ابلوب الاخير يكون في اكشن اكثر يكون في تنافس اكثر يكون في يعني شوي على الخط يعني تكون في صملج إثارة بالضبط صح. فهذا اللي ما توقع حسين اللي توقع حسين واتصل بي على طول حسين أول ما خلصوا الوثبة قال لي شو قلت لك غلبكم حسين البارحة هو حسين غلبنا لأنه ما أدري وهو متنبي لأنه صراحة قدر يعرف يعني مجريات الأحداث اللي المفروض أنها تكون يعني فيها فنش احنا كنا متوقعين ان السباق لو ما صار انسحاب لو ما صار انسحاب لا لا بيكون الليل الامتار الاخيره احسان احسان مسفن كان قوي صراحه قوي صحيح صحيح ظروف السباق ما يد الاسبوع اللي تاخر فيه السباق او تاجل فيه اخر خير عندكم خربط حسابات كثير من المدربين مو بنحن بس يعني في خيل كان بتسجل ما سجل يعني واحد من الخيل عنده اختل نحن هذا الحصان لامورة المرشح الاول الامطار والأرضية ثقيلة بس نقعت سسبنسر الخيول كلها ما تم خيله يعني ما بدنا نحن نشتكي بس بس طبعا كنا نشتكي نعم. نعم. اللي شغال هو على الجميع تعطل نعم. يعني, يعني الأرضية وهي مبلولة غير ما تكون طيب لو السباق ما تأجل مايد كنا بنشوف كشمير واتش اتش لونه وملامبو ولا كنا بنشوف غيره لو ما تأجل السباق لا موجودين موجودين مسجلين ايه مسجلات الخيول لكن كنت بتشوف لامورتي لامورتي شوية فارق عن الخيل يعني هو أفضل من ملمبو بعد لكن قدر الله يروح كانت رئيس الدولة طبعا والله إن شاء الله نشوف أنت بعد ما نتأكد من مدى إصابته بعدين بس احنا لما نسأل حتى في السؤال يعني عن طريق الواتساب من واحد من الشباب يقول لي يسألهم إذا في مشاركة للوثبة في العلا هل بتكون لكم مشاركة ولا لا ما تحدد والله لأن الحين ما أعتقد فيه ما في مشاركة ما أعتقد لأن العام إحنا شفنا مشاركة لي نعم كنا مشاركين لأن الحين ما يتناهي تعليمات صراحة لو يتكم التعليمات هل عندكم الخيل جاهزة اللي ممكن تروح تنافس في والله نحن طال عمرك كل وقت جاهزين إن شاء الله إذا معزب يعزم نحن طال عمرك جاهزين إن شاء الله نروح معاكم إخواني السجادة الحمراء ونستقبل ملامبو ونستقبل كشمير البطل ونستقبل اتش اتش لونا الفرس يلا نروح نشوف اسطبلات الوثبة في آخر أيام المهرجان حياكم الله
كل مد فيها برق. مع كشمير البطل برفقة الأبطال كشمير وتشلونا وكذلك ملامبو. ها حسين دائما انا اخليك انت تعطيني الوصف، انت دائما تتغزل بالتشامبيون. والله ما شاء الله هم الثلاثة كلهم اللي اعجبنا اليوم، ما في منهم واحد نزل باور او اختل في اللوب الاخير. يعني رغم الشد اللي في اللوب الاول والثاني ما شاء الله خلصوا الثلاثة سوا ما شاء الله، دليل على التشغيل يعني ما شاء الله ماخذ ما شاء الله يعني مجراها. ها سلطان شو تقول انت سلطان؟ انا اقول ما شاء الله شو اقدر اقول يعني كل الخيول على فكره يعني كل الخيول اللي جينا واحتفلنا فيها هنا صح كل حد الزين عنده كلها خيول مواصفات بصراحه يعني كلها يعني هاي ريكويرمنتس مو بخيل عاديه عشان تقدر تفوز بين 250 خيل انك تطلع خيل بطل يعني هذا مقاييس مش عاديه. واللي نشوف هني قدامنا الحين حتى الشباب يشوفون ان الخيل اول ما شفناه انبهرنا ان توقعنا انه اكثر من كذي يعني، لكن الحصان هو انجلو عرب وعالي الله يبارك ووافي ما شاء الله وحتى ملامبو لونه كله ما شاء الله يعني الخيول كلها وافي مع ان ستايل الوثبه كان قبل كلها خيول قصار قصار ودقاق ايوه الحين غيروا الستايل. لا انا شفتهم اليوم ما شاء الله حتى خطوتهم خطوتهم ما شاء الله يمشي هذا اللي يمشي لك بسرعه مواصفات الخيل الوافي العود لما انت تمشي بسرعه 30 بالشوف وين خطوه خطوه ونص على الخيل الاخرى هذا لونه وهذا هذا ملامبو. احمد مغلطه شو تقول؟ شو تقول عمي شو اللي عيبك اكثر شيء؟ انت الحين ابغاك تختار. هذا اللي البيع ها؟ لا ما هو اللي كيف اختار؟ لا سبك خيل سبك خلاص. ايه وتشوف انت الخيل وارتفاعه وطي يعني يعني عندكم ذخاير طيبه ما ايد انتم لنهايه السيزون الحين اتضحت الاوراق كلها انكشفت. تقريبا صح اوراق الوثبه كاستابل انكشفت كابطال نعم نعم كستايل الوثبه كستايل اللي احنا نعرفه منه قبل ما هو الستايل اللي الحين الخيل موجود لا بعده بعده مخبين شيء بعد اكيد اذا نقول لك ملامبو ثلاث سنوات عندنا مخبين بعدنا مخبين عندكم شيء بعد؟ اي عندنا يعني حق كاس رئيس الدوله بنشوف شيء منهم في كاس رئيس الدوله ان شاء الله لازم لازم واحد ولا اثنين لازم تشوفهم لكن في ضخم لكن فيما تبقى من اجنده الموسم مايد في حد بيريح لنهايه الموسم ولا والله ولا كلهم بيستمرون؟ لا هذول بيستمرون في عندنا كاس تعرف اول ريس لهم في الموسم بيستمرون ان شاء الله وهذا جهزهم ما شاء الله ايه ايه. اول ريس فعلي يعني لا وبعدين مستر ريس هذا انهم في اللوبين الاوله انشدوا صح وبعدين ما انضغطوا في اللوب الاخير دائما يعور الخيل خذوا الشغل الصح اليوم شغل 200% خير طيبه وهاي من خيره الخيل ما شاء الله خطوه ما شاء الله الحصان هذا يتعب الخيل اللي معاه يلا نقص لك اياك يا شباب عن الشباب كان يومهم طويل ما نبي ناخرهم ونقول لهم الف الف مبروك ما شاء الله حياكم يا مايد ويا محمد هات لنا الكاس هني والف الف مبروك ونبارك لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد مره اخرى هذا الانجاز. أنا سألت علي الجهوري البارحة أقول له جهز الكيكة قال جهز الكيكة لا تصبغونها اللون قال له اللون آخر شيء فهذا اللون ويتنا توصية من أحد المتابعين لا تقصون الكيكة ولا تخربونها على برد قصوها على برد عشان نباها ناطر النسم الوالدة الله يحفظها أم سلطان أم سلطان فبنطرش هذه إن شاء الله حق أم سلطان الكيكة بتوصلت إن شاء الله أم سلطان حياكم مايد حياكم مايد هذه فرحتكم هذه فرحتكم شوية بس من الطرف يلا مراقبين ناموس 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 اشكركم على تعاونكم مايد ويانا طول المهرجان صراحه انتم متعاونين معانا واسطبلات الوثبه اسمحوا لنا نقصرنا في شيء ولا في اللقاء شوي ساعات لغتكم ولا شيء سامحونا بيض الله ويكم في ناموس دائم ان شاء الله مشكوري شباب واحنا نكمل حلقتنا سلام لك عالدمع وابل السحايب نفع وبيات الشعر سلام لك عالدمع وابل السحايب نفع وبيات شعر جديد الفكر جاد بها
بعد أن احتفلنا مشاهدينا الكرام بالفائز في سباق اليوم كما يجب وهو فوز لا بد لنا أن نتحدث عنه بكل تأكيد مع كما عودناكم من بداية كل المهرجانات وفي كل السباقات، لكن الآن سنتحدث كذلك في الجانب الآخر والمهم وهو أحد أبرز النقاط أيضا اللي كانت في السباق في صباح هذا اليوم هو انسحاب شعارين كبيرين من السباق، ليس من أجل الوقوف مع طرف مقابل طرف ولكن لأن سباقاتنا المحلية صارت بالفعل يعني في خطر. الآن سنتناقش بكل تأكيد في مصلحة هذه الرياضة، وكما عودناكم دائما محاورنا واضحة ولقاءاتنا كلها تحمل المصداقية والشفافية في خط واضح جدا انتهجناه من الحياد. من يتحمل هذه المسؤولية بما فيما حصل اليوم وما هو الحل؟ ودائما الحديث في أي مشكلة في الرياضة أو في غير الرياضة دائما نحن نطرح ونقترح الحلول من قبل الأخوة المحللين اللي معانا في الاستوديو وهم أهل خيل وعاصروا هذه الرياضة منذ فترة طويلة. نستمع للقاء السيد محمد السبوسي مدرب اسطبلات ام 7 وحديث مع الإعلام كان بعد قرار الانسحاب، ولنا عودة وحديث حول هذا الموضوع نتابع. نحن ما نتمنى أن الأمور توصل لهذه المرحلة. كأس محمد بن زايد غالي علينا وغالي على قلوبنا، ونحب أن نشارك في هالمهرجان وننافس فيه منافسة شريفة. أما بالنسبة للمرحلة اللي وصلت لها القرية قرية الوثبة أنها تدافع أو تلعب من صالح اسطبل واحد، قررنا أن نحن نسحب خيولنا في مشاركات قادمة، لكن ما كنا نتمنى أن نسحب خيلنا في مهرجان كأس محمد بن زايد. خيلنا غالي علينا، خيلنا زينة وصايل وسبق ومعروفات في الميادين عن نتائجهن وأداهن. لكن أما بالنسبة للقرار، القرار اتخذ ولا رجع فيه. خيل أم أرم وأم سفن تنسحب. نحن طال عمرك مش عميان ونعرف مستويات الخيل المشاركة في السباق، نعرف كل خيل وإمكانياته. شفنا المهرجان نحن من أول يوم كيف كانت الأمور تمشي. أنا للأسف أني أشوف في بعض من المحللين يقولون نحن ما نجامل، لكن ما عندهم الكفاءة أن يتكلمون بالحق. اسطبل أم 7 يبرهن أنه من أنظف الاسطبلات في المشاركات في الإمارات وفي خارج الإمارات. اليوم أظن أنتم شفتوا كلكم الموضوع السوى، ولا أنكم أنتم تغافيتوا عنها ما شفتوها، هذا الشيء راجع لكم، لكن نحن شفنا وعندنا أدلة وعندنا براهين. موضوع خلاص المفروض منكم أنتم كمحللين كإعلاميين أنكم ما تجاملون هالأمور، لأن هذا الشغل جبار يقدمه سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد مؤسس هالرياضة. يأسفني نحن نسحب خيلنا، ولكن هذا طال عمرك نحن نبع رسالة توصل لأشخاص معنيين، يا الرياضة تتعدل وام 7 يقدرون يشاركون ويفوزون في المراكز النظيفة أو نطمش عليك. يوم بتكلمون لا تجاملون الرياضة، هاي تدخل في منحدر وايد خطير. ام 7 يبرهن ان افضل اسطبل في الامارات في المراكز النظيفه داخل الامارات وخارج الامارات، ولا دله كاسين عالميات اثنين في رصيد ام 7 وعلى التوالي. ولكن يؤسفنا ان نحن نسحب خيل. عندكم مدربين يشتغلون ويتعبون وطايحين في الطوشه مستسلمين. انا عن نفسي انا ما استسلم. نحن طال عمرك تحت امر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، قالنا شاركوا بنشارك، قالنا لا تشاركوا ما بنشارك، لكن القرار اليوم اتخذ. طيب، لقاء محمد السبوسي كان واضح، كان صريح لأبعد الحدود، والرجل منزعج ومن حقه، وهو يشاهد ما شاهد في القرية، على حد قول أنه يملك الأدلة والبراهين. هذا كلام يعني أبدا ما نهضم حق محمد فيه ومن حقه تماما. وأيضا وجه رسالة للمحللين في موضوع الكفاءة والمجاملة وغيره وغيره، هذا كله راح يتم يعني تفنيده من قبل الأخوة الموجودين معنا. وفي الرياضة بشكل عام هناك أخطاء، نعم هناك احتجاجات، نعم هناك انسحابات وارد في كل الرياضات وليس فقط في رياضة القدرة. أعيد وأكرر بالنسبة لبرنامجنا بشكل عام، برنامجنا ملك للجميع لكل الأطراف، لجنة، حكام، بيطرة، اسطبلات بجميع ألوانها بجميع ألوانها، كل من يريد أن يدلي بدلوة
وأن يتحدث عن مشكلة حصلت له في السباق وخارج السباق تتعلق في القدرة في برنامج أهل الخيل، يا مرحبا بمليون. تواصلت مع السيد محمد السبوسي قبل البرنامج، ومحمد يعرف، واتصلت بالتليفون قال لي هيثم أنا ما عندي أكثر من الكلام اللي قلته في القرية اليوم، وهذا الكلام اللي أنا قلته واضح ويعبر عن وجهة نظر القائمين على يعني هو كمدرب في اسطبلات ام 7. طيب انا كاعلام عشان اخذ كل الاطراف واعطي كل حق كل ذي حق الحق، ايضا تواصلت مع السيد مسلم العامري وقلنا له يا ابو محمد ممكن تطلع معانا وتوضح وتفند ما حدث اليوم من انسحاب لام 7. قال لي هيثم هذا يتعلق ومن اختصاص السيد محمد الحضرمي اللي هو المسؤول عن اللجنه الفنيه في قريه الامارات العالميه. تواصلت مع الأخ محمد الحضرمي ورد علي مشكورا وقال لي هيثم أنا أتعامل مع خطاب رسمي، إذا ما جاني احتجاج رسمي من ام 7 أو ام ار ام ما أقدر أرد أو أفند أنا كلجنة لانسحاب حق مشروع للجميع والمشاركة كذلك. فهذه أنا أحط النقاط كلها على الحروف، أنا نحن ما بنوقف على حد على حساب حد، نحن مع الحق لكن في نفس الوقت نحن لازم نقف الآن حتى نتفادى مثل هذه الانسحابات في المستقبل. ما تتخيلون نحن كإعلام اليوم أثر فينا جدا انسحاب ام 7 ومارم، حتى شكل المنافسة، حتى شكل المنافسة. أنا أقارن سباق اليوم بسباق الأمس، حتى سباق المواطنين اللوب الأخير والريل اللي والتنافس اللي شفناه في الريل أمس بين ماس وإنجاز ومن قبلهم كذلك اسطبل زعبيل، كان في تنافس جميل زخم بعد، وهذه الإثارة اللي كنا نحن ندور عليها. اليوم ما شفنا هذه الإثارة، أكيد انسحاب ام 7 ومارم أثر على هذه المنافسة في النهاية، وكذلك باعتراف مدربي اسطبلات الوثب اليوم الأخ علي خلفان والأخ عبد الله سلطان. وفي نفس الوقت ورد ونأكد لا نهضم حق اسطبلات الوثبة التي فازت واحتفلنا معها كما يجب في برنامج أهل الخيل، وهذا ما تعودتم عليه في برنامجنا دائما وأبدا مع كل الفائزين. سلطان السبوسي، سلطان المرزوقي عفوا، لأن محمد السبوسي ودخلت مع سلطان. سلطان المرزوقي يتحدث عن نقطة رئيسية ذكرها الأب الروحي لهذه الرياضة وهو مؤسس هذه الرياضة وهو الداعم الأكبر والأول لهذه الرياضة، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ذكر بالبنط العريض وبالخط الواضح طبقوا القانون وبعد ذلك فليتنافس المتنافس. وعرضنا هذا اللقاء في وقت سابق في مهرجان الشيخ محمد بن راشد في سيح السلم قبل تقريبا 3 أسابيع. نحن في مشكلة اليوم وكيف نبدأ في بوادر حلها في المستقبل حتى لا تتكرر مثل هذه الانسحابات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا بتكلم عن المشكلة اليوم، أولا إذا ما قدرنا نوجه أصابع ما بقول الاتهام ولكن المشكلة الأساسية أو جذر المشكلة نفسها وين؟ أيوة. اليوم هيثم أنت ما تقدر إذا عندك مشكلة، إذا عندك شيرة خبيثة موجودة ما ينفع لي تقصص غصونها وتقول لي أنا حليت المشكلة، أكو شوفوا ما في غصون، ما غصونها راح تنمو مرة ثانية وراح تنعاد المشكلة، أي أقص يذعها ما حليت المشكلة، لازم تجتث المشكلة من جذورها. وهذا معناته في اللغة العربية اللي هي حل المشكلة من جذورها، تقتلع هذا من بالضبط. فاليوم احنا نقدر نوجه أصابع الاتهام لمنو بالضبط، اللجان وفلان وفلانتان، هذا الكلام احنا ما نعرفه. أنا اللي أعرفه اليوم واللي واضح بالنسبة لي إذا كان في مشكلة وصارت مشكلة وأنا أجزم أن صارت مشكلة اليوم ووجه أصابع الاتهام إلى لجنة التحكيم بالذات. بتقول لي ليش؟ بقول لك منو المسؤول عن الفيلد اوف بلاي؟ انت لما تروح كره قدم منو المسؤول عن الملعب عموما وله حق السيطره المطلقه في الملعب؟ الحكم. احسنت، اذا الحكم هو عند الصلاحيه المطلقه من اتحاد الامارات الفروسيه واتحاد الدوري للفروسيه انه يدير اللعبه في وقتها هذا كما يرتئي رجوعا لقانون المحلي والقانون الدولي. اليوم تجاوز حصل من لجنه اللجنه صح. فاليوم انا اتكلم عن اللجنه الفنيه، اللجنه عفوا اللجنه لجنه القريه ما لها علاقه، لجنه القريه اللجنه جانب تنظيمي اداري، اللجنه المنظمه هي اللي انها تجيب الحكام، لكن هل هي تقول حق الحكم سوي لا تسوي؟ معناته هي حتى لو تجاوزت ليش الحكم يسمع للتجاوز والحكم عنده قانون يشتغل عليه؟
مثل ما قلنا اليوم، هل الوثبة مذنبين اليوم؟ يعني نتكلم عن صبر الوثبة، لا ما نمدل، ما يخصهم نعم، بس إذا صار تجاوز من الحكام الحكام يتحاسبون. اليوم أنا أسأل سؤال، الحكام هذيلا ليش ما ليش مو بخايفين لما يقدرون يتجاوزون؟ لأنه ما عليهم رقيب، ما شيء. لا وبعدين طبعا 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 ما عندهم ما عليهم يعني ترى أنا أقول ما عليهم رقيب. شو يعني ما عليهم رقيب؟ معناته من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. أنت كمل الحين في نفس المحور هذا، أنا معك أنا معك، عشان بعدين نوصل للجنة أو للمظلة الرسمية على هذه اللجنة. المظلة الحين الحكام اللي موجودين أو لجنة التحكيم هم مؤهلين حكام دوليين من منو؟ من اتحاد الإمارات الفروسية، معترف فيهم، معترف فيهم الاتحاد الدولي. معناته هم الجهتين اللي المفروض يحاسبون الحكام هذيلا. تعالوا تجاوزتوا وما تجاوزتوا، اعطيني حكم تعرض لمساءلة من كذا سنة الحين. من بدينا ما شيء، ما شيء، ما في مساءلة. حلو، حلو. من بدينا زيرو. احنا نتكلم عن مرجع الحين، ترى هاي المرجعية. أنا اليوم أسأل اتحاد الإمارات شو دورك أنت في الموضوع هذا؟ أنت تشوف التجاوزات، يقولك اتحاد الإمارات أنا ما أقدر أسيطر على القرى. هذا كلام أنا موجود فيه، أنا عارفه وأنا موجود عند الجماعة. محمد سبوسي ما بيطفح الكي اللي عنده، مستحيل إلا إذا حس إنه أكيد. لا ما في، أنا عندي دليل، أنا ريال، أنا محلل، أشوف الأرقام هاي، لا الدليل واضح. نعم نعم. وضوح اللي في خطأ تحكيمي، هذا الخطأ مش تحكيمي بس، هذا لو هم حتى اللي يتلاعب ما عرف يتلاعب بالطريقة الصحيحة. صح. هيثم في شغله بس احطها في بالك، انا ما اتهم الوثب، الوثب ما عليهم غبار، فازوا وباركنا لهم، مش بخيرهم على طول طول اليوم، باركنا لهم مثل ما شفت انت الحين. معناته ايوه النيه، انا بالنسبه لي ايوه انا الوثبه ابارك لهم، ما عليهم ذنب، ما في كلام. السبوسي انا واقف معاه لان وقع عليه ظلم، ليش؟ لما انت تجدم حد علي يوقع علي الظلم بالتالي، فانت شغل خيلي يا ريال، شغله اللجنه العداله على اساس انها تحفظ الحق للجميع. اليوم اللي انا شفته شيء بسيط، لو شفنا اليوم في عاده نشوف الخيول، مثلا نشوف الخيل كشمير اللي هو اللي فاز اليوم. نعم. الخيل يا المركز الأول عادة بعد اللوب الثالث الخيل يتسجل رقم القلب، يعني فحص القلب ماله في بعد الاستراحة في السيستم، بعد الاستراحة. نعم. معناته بتلقى دائما الخيول قلوبها نازلة. نعم. إلا كشمير مسجل بعد الاستراحة قلبه 60-56، معناته قبل الاستراحة كم كان؟ معناته الاستراحة تكلم عن 50 دقيقة، ما عرفت تغير هاي بعد، حتى لو 20 دقيقة. طيب. ما يسوي هالقار، أنا هذا اللي استغرب منه. طيب. أنت ما عرفت تغير هذا، ترجع شوف الخيول اللي بعده، شوف الخيول اللي بعده بتلقاهن في المرحلة الثالثة مسويت 44-48-46، هذا قلوبهم. معناته إن في مشكلة حصلت ما أقدر أنكرها. طيب. هو بيقول لك في السيستم اللي هو في البرمجة بيقدر يقول لك، لها مش برمجة، تسجيل. هي لا أنا أقول لك، ما تعرفنا على يعني جانب، يعني انا بقول يعني جانب سيء في 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 سير هذا السباق، ما كنا نتمنى انه يحصل طبعا. الان لما نتكلم عن المظله او المرجع الرسمي للقريه او للقدره بشكل عام، مش المفروض يكون اتحاد الامارات الفروسي؟ هو المفروض ان يكون في مراقبين من الاتحاد، والمراقبين يكون عندهم سلطه، بس للاسف مش موجود. طيب يعني هذه، هل هذا جزء بيكون من الحل احمد لما تكون في لجنه رقابيه؟ سمع حكم المباراه اليوم في كره القدم. نعم. يكون عليه مراقب صح؟ المراقب المطلوب انه يسوي ريبورت، يسوي تقرير، في مراقب للمباراه، في ورقه للجنه، في لجنه انضباط، ايوه في لجنه انضباط. هو في خلل في المنظومه حتى في الاتحاد، يسمحونا وفي لجنة السباقات، خل ترك على العالم السيستم اللي داخل. نعم. في تروم تحط 1000 علامة استفهام، لأن تشوف حصان دش القرية يا ريال البلنتي اللي عليه مرتين ثلاث وفي السيستم مو مذكور. أنا اليوم لما جيت القرية اللي هو تقريبا الثاني أسمعه يقول، انا والله ما اعرف رقم الحصان بس بقولكم يعني الستيوارد مالهم يقول رقم 50 كيف دش بهالطريقه. الحين نسمع ما شفنا، هو يقول لهم في اللجنه رقم 50 كيف دش، انا علينا الحين الحصان. طيب. رقم 50 انا ما اعرف. طيب يا اخواني نحن نتكلم زي، طيب احنا ابو معتز نتكلم عن حل هذا الموضوع. يعني اول شيء اخوي هيثم انا اتكلم عن بخصوص السبوسي ليش ما قدم احتجاج. يعني لازم ننظر للنقطة هذه. الآن في ساحة المحكمة يا أخوي احنا نتكلم الله ما شفناه وبالعقل عرفناه، في ساحة المحكمة اثنين ضاربوا والقاضي يشوفهم
واللي معتدي مثلا او واحد منهم انكر القاضي ما يحتاج شهود للحاله. في كثير مدربين قبل قديم بس خلينا نكمل طال عمرك بيقول ليش انا اكرر كلامي وما حد يسمعني. خليك استاذ الكريم القاضي ما يحتاج الشاهد في الحاله هذه لانه راى بعينه في سبوسي مو ما عنده حصان واحد انسحب انسحب الفريق كامل وعلى طبلين يا ريال. اذا انا احتاج يعني كلجنه التحكيم ما احتاج الكتاب وش بيقدم الفريق بكامل طاقمه على الهواء انسحب. اذا هذا يعتبر كتاب رسمي لان خلاص يعني والله انا مثل ما قلت لك تواصلت معاه شخصيا قبل البرنامج الاخ محمد الحضرمي وقال لي يا اخوي هيثم انا ما اقدر اطلع معاكم على الهواء لاني ما امتلك احتجاج رسمي يقدم من امس. اي احنا ما بنوصل احتجاج رسمي وعلى الهواء والفريق كامل كله مو بصان واحد. لو ان انا مثل ما قلت لك انا مثل ما قلت لك احمد انسحب اصطبلين توقع بعد فيه. انا مثل ما اقول لك احمد احنا انا كبرنامج احط الاطراف كلها واعطي كل واحد يقول حقه واللي يحكم الجمهور. نعم بس اسمح لي هيثم اهل الرياضي يحكموا صحيح. اذا بتصير اليوم انت تتكلم في حاله خاصه وفي حاله راي عام يعني اليوم احنا لازم نفرق بين الامرين هذيلا. محمد الحضرمي من حقه انه ما يطلع ويقول اننا ما يعني كتاب رسمي كلامه صحيح قانونيا قانوني صح الكلام هذا اللي قاله محمد الحضرمي ما في خطا واحد ولكن انا اتكلم الخطا بالمقابل اتحاد الامارات الفروسي اذا كان يسعى ان بس فقط قانونيا فهو بيقول لك نفس الموضوع ولكن انت اللي ترسم سياسات واستراتيجيات الرياضه هذه فلما تشوف خلل بالطريقه هذه يستوجب عليك التدخل بدون رفع. الان الخطوه القادمه عشان نختم ونسكر الموضوع هذا مش نسكر قصدي عشان نوصل ل يعني للنتيجه بالضبط. الان الكره في ملعب اتحاد الفروسيه اتحاد الامارات لا اتحاد الامارات هو عاجز منهم انا عاجز عن انه يقدر يكمل الموضوع هذا او يقدر يتدخل في الطريقه المباشره. لا مش الاتحاد يكون عاجز هو المفروض مو بعاجز بس الريال طيب الكره في ملعب مين سلطان في عجز. انا اقول لك الاتحاد الامارات له حق اصيل في السيطره على القرى وهو تنازل عنه بملء ارادته. نحن ذكرنا هذاك اليوم طيب بوذيب الآن الحل أنا قلت لك الحين كل واحد منكم لازم يعطيني وجهة نظره في الحل عشان ما تتكرر مثل هذه الانسحابات. إحنا كإعلام يهمنا يتم التنافس حتى نهاية المرحلة هيثم السلطة حتى نهاية السباق السلطة لا تعطى تؤخذ ما تكتسب تؤخذ أنت لك سلطة أنت لك حق طبيعي اليوم مارسة. أنت تمارس صلاحيتك أيوة. لكن إذا يقولك لا أنا ما أقدر لأن هني ما أقدر أقول وهني ما أقدر أقول شيء معناته أن إحنا من سيء إلى أسوأ ومستمرين في الموضوع هذا. على فكرة هيثم السنة بدأ الموسم وايد ممتاز وكنا فرحانين صح وكنا استوينا جبهة واحدة ضد الاتحاد الدولي ضد الاتحاد الدولي وكنا نقول الاتحاد الدولي ظلمنا. اليوم إحنا قاعد نظلم عمارنا بالمشاكل هذه والمصلحة فلان على فلان. وعلى فكرة هذا الكلام نحن نقوله حتى يصب في مصلحة اسطبلات الوثبة. نعم. اليوم لو فازوا اسطبلات الوثبة بمشاركة ام 7 ومارم كيف سيكون طعم الفوز؟ أقوى وأحسن هم اعترفوا هم. أيوة. نعم. يعني كيف بيكون طعم السباق بشكل عام؟ وبيعرفون مستوى الخيل. النسخة الأولى من هذا المهرجان. إيه نعم. نحن ما نتمنى والله. أوكي أبو معتز تفضل. أخوي هيثم إحنا يعني مش من اليوم ولا من سنة ولا من سنتين ولا من ثلاث ولا من عشر ولا من 15 هالمشكلة باستمرار يعني ما في يعني قرية إلا ما تحصل فيها هالمشكلة وتنعاد كل سنة وكل موسم. إذن يعني الكلام اللي رددة الاتحاد واللي عندهم طيب من المسؤول عن الاتحاد يا أخوي هيثم اللي وضع الاتحاد المشرع في قانون في البلد في قانون في الدولة وضعت الأندية وضعت الأجهزة هذه وضع الاتحاد الإمارات اتحاد الإمارات عاجز أو أي اتحاد دولة لازم تتحقق في الموضوع مش بالسهولة هذا اللي خلاص شل قشك ومع السلامة وخلاص كذبت بالضبط. أنا شو اللي أطلب الحين أنا والله العظيم اتحاد الإمارات الفروسي مشكورا ما قصروا السنة وترجمون القوانين ويدفعون بالعجلة الأحسن ولكن بعد الصلاحيات مو قاعدين يأخذونها بالطريقة السنية. اللي أنا أطلبه منهم اليوم أو رجاء أن يسوون لجنة تقصي حقائق واللجنة هذه تتواصل مع قرية الوثبة ويقولوا لهم احنا نبغى ندخل على سيستم التايم عندهم عشان ايوه عشان احنا اذا كان في لواطنا ننهي وبالتالي نفس الشيء يسوونه مع قرية دبي او يستلمون السيستم طيب. هذا طيب وعشان نوضح الصورة اكثر قبل ثلاث اسابيع تقريبا في كاس الشيخ محمد بن راشد في دبي نعم. ما ظهر كلام ان الوثبة كان عندهم احتجاجات على قرار لجنة التحكيم عندهم نعم طيب نحن في برنامج اهل الخيل كانوا في ناس تشكك والله البرنامج ما بيتكلم في هذا الموضوع وهذا عبد الله سلطان نيادي موجود واسالوه وصلنا له بالتليفون قلنا له عبد الله نبغي منكم تصريح رسمي من اسطبلات الوثبه اذا عندكم اي احتجاج او اي وجهه نظر او تحفظ
على هذا الكلام بعد سحب رغد اذا تتذكر. نعم صحيح. نعم صحيح. صح. شو قال لك عبد الله؟ قال لي عبد الله بالحرف الواحد هذا موجود عبد الله. قال لا بالعكس احنا ما عندنا اي احتجاج وامورنا طيبه ونحن راضين بالمركز اللي حققناه في دبي ثانيه وتكلم هذا شيء راجع له نحن لا نتكلم لا والقرار في دبي ما عليه بس طلع في قنوات ثانيه وقال حصل علينا ظلمه وقع علينا ظلمه ما عليه وجهه نظر يا جماعه. نحن شاهد يا ابو عبد الله نحن هذا البرنامج للجميع. نعم صح. ما يحاب حد على حساب حد. نحن ما نتكلم بلسان حد كلهم اخواننا كل حد ايوه بالعكس كلهم اخواننا بالضبط. لا واليوم نحن بعد عورنا انسحاب طبعا الاسطبلات صحيح الكبيره ما بشيء يعني انا نحن كاعلاميين نعم. شغلنا تأثر أنا شغلي تأثر اليوم بالقرية نعم. يعني كنت أبغى أشوف حماس أكثر هيثم. أبغى أشوف تحدي أكثر أبغى أشوف فنش قوي. هاي بطولة أول مرة تصير إحنا كلنا فرحانين نعم. عايدين نعم. قبل طيب. اللي يعني الحدث المؤسف هذا هو وعلى شو سؤال يعني هل الوثبة اليوم محتاجة حد يضبطها عشان تفوز؟ لا ما شاء الله عفوا يعني نشوف حالة الخيول هيثم الخيول ما شاء الله جاية فت. طيب أنا أشكركم إخواني طول حسين القحطاني أشكرك موعدنا إن شاء الله في العلا معاكم ومع ابو مايد ومع ابو عبد الله اذا ما استوانا شيء لا ان شاء الله ان شاء الله الله يطول يكتب لك طول في العمر ويكتب لك الصحه والعافيه وياكم وانا نحن في هذا المنبر نوجه رساله عاجله لاتحاد الامارات الفروسيه حلونا حلونا يعني حلوا الموضوع هذا عشان ما يتكرر هذا الموضوع وفي كثير من الناس تبغي تمارس وتبغي تشارك وتبغي تعيش في سباقات نظيفه يا طويل العمر نحن قبل 3 أسابيع بالضبط كذلك أعيد وأضرب المثال اللي التقينا فيه مع رجل من رجالات القدرة ورجالات الخيل في العالم سمو الشيخ حمدان بن راشد وطلب سموه قال لي بتسوي لقاء هيثم وياي أبغي سعيد الطاير يكون موجود من يمثل لجنة القدرة في أو قرية دبي ويكون الأخ غانم الهاجري من اتحاد الإمارات الفروسية موجود ليش؟ لأنه يبغي المسؤول يسمع وجهة النظر اللي لازم توصل مباشرة ل المظلة الرسمية لهذه الرياضة تحت الإمارات أبو سلطان ما بصعب تراه اسمح لي بقطع ما بصعب نعم. الحل تقنية في السوع ولجنة انتهى الموضوع وحكام صح. في التروت صح. ها الشقين يا جماعة عائدة من برا شركة ما في هذا الكلام اللي يقوله الشباب مع احترامي لهم ما راح يستوي ما بيستوي نحن عارف بس قرار من صائر من أصحاب القرار قرار ولا هذا كلام ما بيستوي فاينلي يعني اذا ما كان في قرار لا لا عيل في حد لما صاحب هالشيء خلاص هذا اللي حصل نحن اخواني بنودعكم اليوم وعلى امل لقاء فيكم ان شاء الله في مناسبات قادمه آمين. عندنا كثير من الاحداث اللي تتعلق بالقدره لسه البدء مثل ما يقول تول العبادي نحن عندنا ان شاء الله مهرجان العلا وعندنا كاس رئيس الدوله وعندنا كاس رئيس الدوله وعندنا مهرجان ولي العهد في دبي وعندنا كثير من الاحداث اللي راح نغطيها وبنكون معاكم على العهد الف مبروك لاصطبلات الوثبه فوزهم في سباقين من اصل 3 ومبروك كذلك لاصطبلات ماس فوزهم في سباق المواطنين واحتفلنا مع الجميع كما يجب وهذا هو نهج برنامجنا برنامج اهل الخير دمتم بالف خير ونشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه سلام لك عالدمع وبلسان